شو هاد يا استاذ؟ شو هاد؟ معقول ترجعوا لابو عصام بالجزء الخامس بعد ما موتنا جزء ايه؟ لا يا استاذ مو هيك القصد، بس قصدي يعني لما كتبت هذا المسلسل الله خلينا اياك يعني على اساس انه الشخصيه حبينا الجمهور، بعدين شوف بدي اقول لك شغله يعني لما ما كانت الشخصيه بالاجزاء الماضيه هبط العمل. لا تقول هبط، ما بسمع لك تقول هبط بنوب. طيب ما بدي اقول هبط يعني ما انشاف بالشكل. لا انشاف بالشكل اعلى نسبه مشاهده. طيب حاضر حاضر، مثل ما بدك استاذ، الفن مثل العصاية عدم مؤاخذه، طرف هيك تجارة والطرف الثاني رسالة، نحن وانت بدنا نمسك العصاية من النص. من النص؟ ما فهمت عليك شو عم تحكي؟ استاذ انت ما بيهمك تبيعه للمسلسل وتجيب مردود منيح؟ طبعا. لك ليش فاتحين شركة نحن؟ لما بيعرفوا المحطات انه ابو عصام رجع على المسلسل راح بيزيد بيعك للمحطات وراح بيكتروا المحطات لحتى يشتروا هذا المسلسل، وبالتالي الناس شو راح بتقول؟ اكيد بيعودوا هاي الشخصيه في احداث قويه. والله عم تحكي صحيح. وثاني شيء استاذ عدم مؤاخذه، انا مشان اسمي ككاتب من حقي اعمل عمل يشوفوه الناس ويحضروه ويتابعوه. هلا هيك قلتها، رجعته بعد جزئين من موته، منطقيه هي. منطقيه بس؟ الله يسامحك يا استاذ، منطقيه كثير كثير منطقيه. يا خوفي منه يرفع سعره بعد ما يعرف انه راجع. الله يسامحك يا استاذ مرزوق، اللي بده يسكر ما بده يعد قداح. رح افسر لك اياها بالقلم نشرح. لما منرجع ابو عصام على المسلسل، ابو عصام سعره معه مزبوط، هذا حقه الطبيعي، بس كمان انت رح بتجيب مردود خير الله من المحطات بعودته لابو عصام هي الشخصيه. خلص اتكلنا على الله، هات العقد لوقع لك يا مشان نبدا تصوير اوام. يا معتز، لك يا بيا معتز شو رجعت يا بي؟ رجعت يعني ما كنت بيت يا بي، ما كنت بيت. لا يا بي عايش، شلون أمك وشلون الحارة كله وشلون العقيد وشلون أخواتك؟ كلهم بخير، بس يا بي شلون يعني هلا؟ شلون يعني؟ أنا بعدين يعني بعدين بنحكي. أمرك يا فوت لجوا. أمرك عمي أبو عصام، يا رجال رجع أبو عصام، يا رجال رجع ابو عصام على الحاره، يا رجال لك شو ها؟ بدك ترجع تجنني؟ لك شلون بيرجع بيموت ابو عصام هلا؟ استاذ يعني الحكايه بالمسلسل اجبرتني يعني اني موته مشان اخلق دم جديد بالحاره. ها لك بهداك الجزء موتته ورجعت عيشته على اساس معجوز عند الفرنساوية، بترجع هلا بتموته بالغوطة باخر حلقه. والله لازم تثق بكتاباتي يا استاذ، ما عم تشوف المسلسل تبعه شو عم يعمل بالشارع؟ انزل وشوف. صار لازم تثق بكتاباتي. خلاص بيني وبينك اساسا ابو عصام متعب ماليا، هيك بننزل اجور بتنزل الميزانيه. يلا هات العقد لوقع لك يا اتكل على الله. اسلموا جبت صدى. شلون استاذ مبلش؟ ايه يلا اذا جاهزين الشباب خلينا نبلش. يلا بسم الله يا شباب. شو استاذ انا سنين كمان بموت ابو عصام؟ مين يموت ابو عصام؟ لكن العمى ضربك ضرب عشرك. لا العمى عليك. يلا خمسة يا شباب. يلا فايف استاذ. خمسة استاذ مازن، أربعة ثلاثة. إذا بتريدوا الفايف نادي. يلا ثلاثة. جاهزة؟ بس هالشكل هاي بدها تظبيط استاذ. يا شباب يلا عنا شغل. لا لا لا. حدا يشوف يعني نصور. يلا. يلا لحظة استاذ تكون جاهز. يلا شغل. ولا يهمك. يلا. تخبى سكر. أنا تخبى. يلا. يلا شباب. يلا يا شباب. خمسة. فايف. أربعة ثلاثة اثنين. شو رايح يا بي؟ رايح على الغوطة يا بي، على الغوطة عندي شوية شغل. بوس ايدك يا بي مشان الله، بوس ايدك لا تروح يا بي مشان الله. استوب قلت لك انا بتودعه
بتنقلع على بيتك لجوا من ما جبت لي هالحوار. استاذ ما بده يروح يموت هنيك؟ لكو اذا بده يموت هنيك اذا انت قارئ الناس مو شرط تبلع الناس بالمعلقه انه ابوك بده يموت بالمشهد اللي بعده. ما بصير يا ابني ما بصير. هلا هيك صار؟ ايه طبعا. شو هالكاتب هاد؟ لسه بنموت ابو عصام وبنعيش ابو عصام، بنموت ابو عصام. لحظه شو هيدا؟ شو هالكاتب هاد؟ لك ايام وسنين وشو عم بكتب؟ كل جمله بجملتها وكل حرف بحرفه. لك مين جايبك انت ها؟ صار 7 ساعة كاتب. لحظه اذا بتريد هذا حقي. هذا تعبي هذا جهدي. بتقول مثل مو مكتوب بالنص، اذا بتريد روح ارجع عيد. روح ارجع عيد. يلا استاذ ما بدي عيد. ما بدك تعيده. فركش معناتها فركش اذا ما بدك عيد. فركش اليوم. عفوا ما دخلك انا فركش. انت ما دخلك. يلا عيد المشهد. عيد المشهد. يلا يلا عيد المشهد. كرمالي خلص شو هالمسخره. يلا شباب يلا شباب يلا شباب يلا خمسه باي. استاذ بعد اذنك استاذ، بس بعد اذنك. هاي البطيخة هاي تطلع من كادر. هاي يلا عاسفين احنا استاذ ويصال. يلا يا شباب جاهزين؟ خمسة ثلاثة اثنين. لك شو هاد؟ شو هاد؟ بيقولوا لي عن كتاب مجانين. لك والله مجانين. لك شلون رجعت عيشت بالجزء السابع بعد ما موتت مفوضة باقي الحلقة؟ شلون؟ معك حق استاذ بكل كلمة عم بتقولها مزبوط، يعني هاد الناس شافوا هذا الشيء، بس انا التقيت نرجع هاي الشخصية من اجل السبنس. سبنس؟ يس. شو هي سبنس؟ السبنس يعني تشويق. يعني شو بتقصد بالتشويق؟ تشويق لحظة جست منت يلي بتبغي تحدث هي حارة من أدب. اللي بقصده بالتشويق بالسبنس يعني عدم المؤاخذة. صحيح أنا قتلته بالجزء الباطي، عرفت كيف؟ بس يعني افترضت وارتقيت إنه هاي الرصاصة اللي مات فيها أبو عصام هي خلبية، كيفني معك؟ مش يعني هيك هلا بتعرضها للمسلسل وبتبيعه لكل المحطات وبتهبش هبشتها. مشان هيك قتلته بالغوطة بآخر حلقة مو هيك؟ وبحق لك تقتله بأي لحظة وبأي حلقة وبأي حالة بدك يا أستاذ. أقنعتني والله. هذا العقد اللي وقع لك يا عند ست إيمان موجود. يا إيمان الله الله يا الفلو يجمع. يا إيمان رصاص خليلي رصاص ناديني لو الآن المخرج ناديني صعيلي يلا. الو ايه طبعا طبعا عرفتك. شلون؟ طيب طيب قولي لي مشوار الطريق ان شاء الله وكون عنكم. الله معك مع السلامه. لك عرفته عرفته مين ها؟ لا والله ما عرفته مين ها. لك هذا المخرج تبع شباك الحاره. يا زلمه شو عرفك فيه؟ لك شو عرفها فيه؟ ليش ضلت فضائيه ما عملت لقاء معه؟ يا زلمه المسلسل لك طلع من مناخيرنا. والله افشل مسلسل بالعالم كله. لسه يا حلقه مات ابو عصام، حلقه عاش ابو عصام. مشكله يا زلمه، لك انا كل ما بشوف المسلسل بقلب على غير قناه. عسبيس تون ما عسبيس تون. روح معلم. هذا الجزء في دور الكوميدان بيطلع باخر الجزء، انا حابب اخده، وبالاخص انا بتلغي شوية فرنسي. فو بارلي فرونسي؟ يس يس نو يس كومونت لي فو. تمام بالبالي. ليش استاذ حضرتك بدك تمثل بالمسلسل؟ لك ايه بدي مثل وبدي اخذ فرصتي. بعدين هذا الدور صغير كوميدان، بعدين هذا عمره من عمري بيلبق لي، يعني هو اشقر وانا اشقر، عرفت علي شلون؟ ف ما في مانع، شو رايك؟ طبعا طبعا استاذ، ليش لا؟ بالعكس انا شايف انه ما في حدا بيقدر ياخذ هيك الشخصيه الا انت. عندي اياك اهم من برلون مراندو. بس الله يرضى عليك يا وئام، بدي اياك تصوروا اخر يوم بالمسلسل واخر مشهد. تعالي شلون؟ تكرم عينك استاذ، ليش لا؟ انتوا ثلاثة بتروحوا على مكة، انتوا ثلاثة بتجوا لعندي لهون، انتوا الأربعة بتدخلوا من هذا الباب إذا سمحتوا، إيه؟ مثل ما عم علمكم، مثل ما قلت لكم بتساووا. يا أمجد، لا تخلي حدا منكم برس يروح، الله يرضى عليك. حاضر استاذ. يلا يلا، يلا، يلا. كل واحد على شغله. إجا البريك استاذ. إجا البريك. بكير عليك. اهلا وسهلا فيك استاذ صفوان. جبتيني كرفتي.
اسمعنا انه عندك عمل هالسنة شباك الحارة. اي والله هي السنة معقول يعني رمضان ما يكون في شباك الحارة؟ ما بفتح على حالي هذا الباب، قلت كيف؟ فهي السنة انا كاتب شباك الحارة بطريقة كثير حلوة غير السنوات السابقة، يعني انا برأيي الشخصي من الاعمال اللي كثير رح تكون مميزة والناس رح تصير انتباهها بهذا العمل، يعني انا اكثر من هيك ما فيني اقول لك، بس بقول لك انه العمل مكتوب بطريقة كثير حلوة وذكية وفيها اكشن. طيب في شغلة بحب يعرفها جمهور، انه ابو عصام يلي مات معك بهداك الجزء رح يكون موجود بهذا الجزء؟ لانه انت عودتنا يموت ويعيش كثير يعني. لا ازعل منك ها، شو لك احكي لك المسلسل من طاقة على السلام عليكم؟ هذا الشيء ما بصير لك يا بنت حلال، تعلموا كيف تعملوا لقاءات مع الناس، يعني ما احلاني والله هلا اني اجيب طاري فلان ولا علتان ولا كذا. يا بنت الحلال هي عنصر المفاجأة بكل مسلسل، بس برجع وبقول لك العمل مكتوب بطريقة كثير حلوة، ليك اللي عم بيصوروه، ليك يا كل الديكور وراي هون، وأنا بخلطوا العمل على فكرة، بثلاث أرباعهم مدري بآخر نصار. لك شرستونا يا عمي، الله يسامحكم، لك على القصة، عرفتي كيف أختي؟ أي عارف هيك ما فيني إلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ صفوان، أخذنا من وقتك كثير. ياسمين الشام على خدك وحلاوتي العسل، إسم الله أمر. كان معنا الكاتب صفوان كاتب مسلسل شباك الحارة اللي يخبرنا بكل ما هو لديه جديد. شكرا. اللي بده يتحدى هي الحارة اللي قدها. شو الطاية اللي حاطط لي اياها كأنك ملبسني ما بدام بدون طاية عتان. حلوة زرافة. خلاص بدك تعلمني زرافة؟ لك شو يا شايفها كمان استاذ مرسوق المنتج كمان هو صار بده يمثل؟ ايه طبعا، من اول ما وقع معي العقد قال لي انا حابب دور الكوماندان وانا وافقت، فلا بقله كثير. ايه لا بقله، اساسا تبهدلت هالمهنه كلها تبهدلي، صار شغله هيك اللي ماله شغله. شو بنا ابو عصام؟ ليش هيك عينك ضيقه؟ كله مشهد. لك لا لا انا ما قصدي على الاستاذ مرسوق المنتج، هيك بشكل عام عم احكي انا. اخي هلا المهم قوم جهز لي حالك للجزء الاخير والمشهد الاخير، يلا جاهز؟ اوه هذا هو المشهد؟ ايه هذا هو. واقف قدام الكوماندان وشو بقول له؟ ماني خايف منه، كلها جمله، كلها جمله. يعني جاهز؟ جاهز، كاميرا لك وجيبوا لنا صح سجاير لهون. يلا يلا عمي يلا. يلا. وين الإنتاج؟ إيه أستاذ؟ حط لي زكاتك الطاقية على راسك. لا لا، كوميدان بدون طاقية أحسن، فرنسي. آه، كوميدان بدون طاقية؟ إيه والله، إيه صح صح، شكراً شكراً، أحسن أحسن بدون طاقية. إيه يلا جاهز. تفضل أستاذ. شو هاد؟ هذا مسدس إكسسوار لعبة. لا ما في داعي لمسدس لعبة. يلا جاهزين؟ يلا خمسة خمسة أربعة ثلاثة اثنين. أهلين كومندان أفندي. كومون سافا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيزافو سيلانس. أبو مياه أنت بدك تضل تتحداني ومالك خايف مني أوصى؟ أستاذ مرزوق إذا سمحت يا حبيب قلبي بتنادي ابو عصام اسم الشخصيه. الله يخليك. عفوا ركزوا حبيباتي ركزوا ركزوا. خلي هون جمله جمله. كل دورك جمله. طيب 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 بسيطه بسيطه اذا سمحت. يلا نعيد المشهد. يلا خلونا نعيد. يلا خمسه ثلاثه ثلاثه. يلا يلا ابو عصام خمسة يلا طوبك بس انا عم ساسي. خلصونا يا جماعة. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. أهلينكم مدان أفندي. كومون سافا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سفوس بالعنس؟ لك كبر قلت لك انا مسكها هي منيحة وضعت من عندها من ايدها، شو اعطيني عليها مسكها؟ تعالوا اشتروا لي اعطيها اعطيها هي، حدا اعطيها. يلا عيدوا عيدوا استاذ عيدوا عيدوا استاذ وين انت؟ عيدوا عيدوا استاذ يلا بسرعة بسرعة خمسة من عندك يا استاذ استاذ مازن. يلا يلا اربعة ثلاثة خمسة. يلا حبيبي يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا شباب طلع نهار يا شباب يلا. يلا اعطينا خمسة استاذ. يلا من عندك من عندك؟ خمسة أربعة ثلاثة خمسة ثلاثة ثلاثة. أهلينكم مدان أفندي. لافيسون
كومون سافا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيزافوسي العنس. أبو ميا بدك تضل تتحداني. إذا سمحت أستاذ مرزوق، إذا سمحت، إذا بتريد لازم تنادي أبو عصام، لأنه اسمه الشخصي أبو عصام، إذا بتريد. ما قلت لك خذ لي هون جملة جملة، العمى بقلبك. كلهم جملة يا أستاذ. إيه يلا 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 ماشي 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 يلا منعيد منعيد. إذا سمحت يلا. أنا آخر مرة بعيدة. إيه تفضل. مشان كل مرة تعملوا لي هي وصح. يا أخي هذا المنتج، المنتج عمي ما فينا ما فينا نزعله. أبو عصام شو بنا؟ يلا يلا بشوف أنت ما ما نزعلك. يلا 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 أبو عصام أنت بدك تضل تتحداني، ما بتخاف مني؟ اقدحك رصاصة وصلك لسابع سماء. أنا ماني خايف منك ولا من أمثالك، لأنه هاي الحارة حارتي. عم تحكي عن جد؟ لك عن جد. استناني شوي بس. عيد الجملة اللي قلتها. هاي حارة حارتي ومن يوم رايح ملتوت عليها لهون نوب. اطز عليك وعلى الحارة تبعك. لا وين يا استاذ؟ أبي يا أبي يا خربت بيتنا. ليش كمان قتلت عن جد؟ قتلت عن جد؟ طبعا بدي قتله عن جد، ويمكن قتلك كمان. لك حاجي لك حاجي خرب بيتي، بتموتوا لي اياه وبتعيشوا لي اياه، بتموتوا وبتعيشوا الجزء الثاني، خرب خلصنا منه. هلا هلا بيكم منحييكم اني وكل جروب.